السلام عليكم أحبتي في الله. اليوم غادي نوجد لكم أحسن وصفة شاورما باللحم. هانتوما بقاو معايا هالمقادير كلها. أنا عندي هنا كيلو ديال اللحم، نزيد عليه بصلة مشلضة، فلفل أسود، معلقة صغيرة الملحة ديال معلقة ديال الثومة بركة، غنزيد شوية ديال ثومة بودغ، معلقة البهارات ديال الشاورما، معلقة الزبادي، شوية الحامض معصر، كاسة الكمون. صافي ونخلط جميع المكونات. نخليها واحد ساعتين. هانتوما حتى مطيشه كنزيدوها صوص طوماط، حتى هي تزيد فين يرقد مزيان هذا اللحم. هاي الشاورما ديالي انا نخليها دابا واحد ساعتين كترقد ونرجع معاكم. نحضر معاكم لصوص ديال الشاورما. عندي هنايا جوج كيسان ديال دانون بسوس، شوية ديال التومة، نسار، ملحة، نحرك لاصوص ديال الشاورما جميع المكونات، نزيد حامض معصر حتى هو. الشاورما ديالي بعد ما خليتها كترقد ساعتين هنا غنديرها في المول ونديرها في الفران. كنفرش عليها مطيشة هكا دواول، غندير دابا البلا ديالي غنديرو في الفوغ يطيب. نزيدو شويه من الصوص من الفوق هكا.